8000 حالة إصابة بداء السل الرئوي في الجزائر هي آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مع تضاعف عدد الحالات وسط الأحياء القصدرية. مرض السل الرئوي اللي عنده قدرة على انتشار راهو انخفض، والحالات اللي تحصلنا عليهم دونك في 2014 تقريبا 8000 شوية أكثر من 8000 حالة. انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية إضافة إلى الفقر المدقع التي تعاني منه شريحة كبيرة من الجزائريين أدى إلى سهولة انتشار الداء، حيث سجل البرنامج الوطني لمكافحة داء السل الرئوي ارتفاع عدد الإصابات إلى 22000 حالة. مكننا باش نحصيو حوالي أكثر من 22000 حالة مرض السل. المرض السل يتركز في المدن الأكثر كثافة، لأنه في المدن الأكثر كثافة العدوى تكون كثير. أي سبب يخلي الجهاز المناعي ينقص معناتها الميكروبات لما تدخل راح تتطور بكل سهولة وتلقى الظروف مهيئة. السعال المزمن وارتفاع الحمى وانخفاض الوزن والبصق الممزوج ببقع الدم يفسرها مختصون بالأعراض الخطيرة لداء السل الرئوي. فيما يخص مرض الرئة، الأعراض هي الحمى المستمرة، مش قوية، مستمرة أيام، وتكون متابعة بنقص من العيا من الفشل وهذاك، وتكون عندها السعلة، يعني هي تلك مستمرة. نقص اللقاحات وغياب الوقاية زيادة على الظروف المعيشية والاقتصادية المزرية لعدد كبير من الجزائريين، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع مؤشر الأمراض الفتاكة التي تقتل الآلاف سنوياً.